من سنوات ليس بالبعيدة كان التنقل بين محافظات مصر يحتاج وقت وجهد كبيرين، ولكن مع تطور شبكة المواصلات أصبح التنقل أسهل وأسرع، فانعكس ذلك على حركة التجارة بين المحافظات وداخل المحافظة نفسها، فأصبحت ذات نمط سريع يتناسب مع التطور السريع بكل المجالات. ومع تزايد حجم التجارة الإلكترونية وسيطرتها على الشكل التقليدي لتداول البضائع، زادت الحاجة إلى شركات الشحن لنقل البضائع من البائعين للمشترين سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة نفسها. وأصبح البحث عن أرخص وأفضل شركة شحن للمحافظات أو داخل المحافظة أو المدينة الواحدة أمرا ضروريا. إن مشروع شركة شحن داخلي هو حديث رحلة اليوم من خلال قناتنا، حيث توجد الكثير من الأعمال التجارية التي تحتاج إلى الخروج عن حيز المعتاد والبدء في التبادل التجاري داخل الدولة من منطقة لأخرى بدون حواجز للحصول على العناصر والآلات والمواد الخام وغيرها في أي وقت، حيث إن هناك بعض الأشخاص الذين يمارسون بعض العادات بصورة يومية ومستمرة، وقد يحتاج منهم ذلك بعض البضائع الخفيفة والتي يصعب على الأفراد أو أصحاب الأعمال الذهاب يوميا لمناطق بعيدة حتى لو داخل القطر نفسه للحصول عليه، لذا يجب عليهم التعامل مع شركة شحن داخلي. أهمية عمل مشروع شركة شحن داخلي. ترجع أهمية عمل مشروع شركة شحن داخلي لعدة أسباب، وهي أول حاجة توفير فرص عمل للشباب وتحدي البطالة، 2 الحصول على مكسب وربح بشكل دائم مما يشكل استقرار نفسي واجتماعي لصاحب المشروع، 3 شغل الوقت والجهد بما هو مفيد ونافع للفرد والمجتمع، 4 توفير البضائع والعناصر التي يحتاجها الأشخاص والمشاريع دائما بأقل التكلفة، 5 توسيع دائرة العمل بين المواطنين بمختلف البلاد داخل القطر الواحد. مميزات التعامل مع شركة شحن داخلي. من خلال التعامل مع مشروع شركة شحن داخلي يمكن للأشخاص الحصول على العديد من المزايا وتوفير الوقت والجهد والأموال، حيث يمكنهم إرسال البضائع الخاصة بهم إلى أشخاص آخرين في الكثير من المناطق والحصول على المال في مقابلها، وذلك بالاتفاق مع الراسل والمستقبل، كما يمكن إرسال الهدايا وغيرها إلى الأقارب والأصدقاء وغيرهم في أي وقت وبكل سهولة. ويضمن التعامل مع مشروع شركة شحن داخلي للكثيرين أن تصل بضاعتهم بشكل آمن دون التعرض لسرقة أو تلف. يمكن للكثيرين البدء في عمل مشروع العمر عبر التفكير في عمل دراسة جدوى مشروع شركة شحن داخلي والتفكير جديا في تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع والربح من خلاله بشكل جيد ومنظم، وعمل هيكلة تتناسب مع البيئة المحيطة طبقا لاحتياجاتها. نصائح قبل البدء في مشروع مكتب شحن. قبل أن تبدأ في تنفيذ فكرة المشروع على أرض الواقع بشكل فعلي، يجب على الشخص صاحب فكرة المشروع أن يقوم ب يجب على الشخص صاحب فكرة المشروع أن يقوم بواحد عمل دراسة جدوى تضم جميع العناصر التي سوف تواجهه والتي يحتاج إليها، كما يفضل أن يتم سؤال أصحاب الخبرة في تفاصيل هذا المشروع وكيفية البدء به. 2 عند الانتهاء من عمل دراسة الجدوى الخاصة بتفاصيل مشروع مكتب شحن داخل الدولة، يجب أن تكون قد حصلت على إجابة شافية عن مدى رضاك عن المشروع وأرباحه لو تم تنفيذه بنفس الإمكانيات المتاحة حاليا، ومدى فشله لو تم تنفيذه حاليا بنفس الإمكانيات. 3 يجب أن تحتوي دراسة الجدوى على مقارنة تضم مشروع شركة شحن داخلي والشركات المنافسة داخل السوق المحلي، والتعرف على أوجه التشابه والاختلاف وما سوف يميز الشركة الجديدة عن غيرها داخل السوق لجذب العملاء. 4 تحدد الخدمات التي سوف يتم تقديمها قبل البدء في المشروع فعليا، بجانب تحديد أسعارها ومقارنتها بالشركات المنافسة
وتحديد الربح والخسارة المتوقعين عند تنفيذها، ومدى رضاء العملاء عنها، ومدى حاجة الناس لها. 5، عند تحديد الأسعار يجب تحديد هل السعر محدد بالوزن أم بالقطعة أم بالمسافة، لكن للدقة في الحساب والمصداقية يفضل توضيح سعر شحن الكيلو الجرام الواحد من كل محافظة وأخرى. 6، يتم تحديد الخطوات اللازمة من أجل استخراج التراخيص الخاصة بهذا المشروع في الدولة، ومعرفة الشروط الواجب تنفيذها ومحاولة الوفاء بها. ما هي متطلبات تأسيس شركة الشحن؟ هناك متطلبات تأسيس شركة الشحن، أولها وجود مكان مناسب يكون مقر للشركة، حيث أن هناك حاجة لوجود مقر إداري يمكن للناس أن تصل إليه وقت الحاجة وتتواصل معه ضمانا لوجود مكان يرجعون له. 2، يمكن أن يكون المكان هو شقة في منطقة حيوية أو في مبنى كبير يتكون من عدة طوابق، ويوجد في كل طابق شقة على شكل شركة، وهو شيء منتشر في الكثير من البلاد. 3، إذا كان لديك مكان كبير ليصبح مقرا فهذا شيء مميز، ولكن لابد أن تكون المنطقة راقية لجذب العملاء للتعامل معك. تحتاج إلى غرفة كبيرة في الشقة أو في المقر الخاص بك لتكون مخزن تخزن فيه البضائع حتى يأتي وقت إرسالها. 4، لابد أن يكون هناك غرفة المدير وغرفة مكتب للموظفين وغرفة استقبال العملاء لتضمن الحرفية في كل قسم. اجعل كل قسم في غرفة، مثل قسم الحسابات، قسم شؤون الموظفين. 5، يفضل إذا كنت ستتعامل مع مكونات إلكترونية أو الملابس أو قطع الكمبيوتر أو التليفونات أو أدوات التجميل أو الإكسسوارات أو الأحذية وغيرها، أن تقوم بتغليفها بشكل كذاب يبين مدى اهتمامك بالبضاعة، ويفضل أيضا أن يكون التغليف مكتوب عليه اسم شركة الشحن كنوع من أنواع الدعاية. يحتاج صاحب عمل مشروع شركة شحن داخلي إلى بعض الأشياء الضرورية لتيسير حركة المشروع، ويجب أن يتم وضعها في البداية في دراسة الجدوى وتحضيرها قبل البدء في المشروع جديا. ومنها 1، سيارات نقل. مشروع شركة شحن داخلي يحتاج بشكل مبدئي توفير عدد 3 سيارات ربع نقل، ويشترط أن يكون لها صندوق مغلق، وأن تكون هذه السيارات موضوع عليها اسم الشركة وعنوانها وأرقام التليفون التي يمكن للعملاء التواصل معها عبرها. في حالة عدم توفر المال الكافي لدى صاحب المشروع لشرائها، يتم الحصول على مثل هذه السيارات عبر وضع إعلان طلب سائقين بسيارتهم، ويتم وضع الشروط المطلوبة داخل الإعلان ومميزات العمل مع الشركة والراتب المتاح والعمولات وغيرها. 2، العمالة اللازمة. بجانب توفير السائقين لسيارات النقل، سوف يحتاج صاحب المشروع إلى توفير موظف استقبال واحد على الأقل حتى يقوم بالرد على الهاتف، بجانب قدرته على التعامل مع الأجهزة اللوحية والكمبيوتر وغيرها، لعمل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج للشركة. كما يحتاج هذا الموظف أن يكون متفرغ في ساعات العمل الرسمية حتى يعمل داخل المقر الرسمي للشركة، وأن يكون لديه القدرة للعمل على إنهاء الإجراءات الإدارية المختلفة، والقدرة على استلام الشحنات وإرسالها بجانب استلام الشحنات الواردة. ويحتاج مقر الشركة أيضا إلى عامل نظافة وبوفيه لتنظيف المكان وتجهيز المشروبات خلال اليوم. 3، يجب تحديد أنواع البضائع التي يتم التعامل بها مقدما. في بداية الأمر لا يمكنك أن تقول أنا أشحن كل شيء، لا يمكن ادعاء الإمكانية المطلقة لنقل أي شيء. عليك تحديد البضائع التي يمكنك شحنها. يمكنك التعامل مع نقل وشحن أنواع كثيرة جدا من البضائع، حيث أن هناك العديد من البضائع السهلة والبسيطة ذات الأحجام والأوزان الخفيفة، والتي يمكن العمل من خلالها بدون وقوع خسائر تذكر، مثل الملابس، قطع الكمبيوتر، التليفونات، أدوات التجميل، الإكسسوارات، الأحذية
وغيرها. وتتميز هذه البضائع بخفة حملها وسهولة نقلها دون الحاجة إلى عدد كبير من العمال، مما يوفر على صاحب المشروع المساحة لوضع المزيد منها داخل السيارة أو وسيلة النقل، وبالتالي زيادة فرصة الحصول على الربح. يمكنك تحديد إن شركتك تنقل السلع الخفيفة أو تجعلها تقتصر على نقل السلع الكبيرة مثل شحن السيارات والأجهزة الكهربية. كما يمكنك وضع خطة لنقل المواد الغذائية والتعامل مع شركات الأغذية. رابعاً، مكان عمل المشروع. لا يحتاج هذا المشروع في البداية إلى مكان كبير، حيث يكتفي للبدء فيه توفير شقة سواء كانت ملك صاحب المشروع أو كانت إيجار، حيث تستخدم كمقر إداري للشركة، وبالتالي يشعر الناس بمدى مصداقية المشروع ويمنحهم الثقة للتعامل معه. من جهة أخرى، يستطيع صاحب المشروع أن يقوم بتحديد غرفة ذات مساحة كبيرة بالشقة أو أكثر من غرفة من أجل تسهيل عملية تخزين البضائع. يجب أن يتم الوضع بالحسبان أن يتوفر بالشركة غرفة متوسطة الحجم للمدير، بالإضافة إلى وجود مكتب لموظف الاستقبال أيضا. كيفية التسويق لمشروع تأسيس شركة شعب. من المعروف أن سر نجاح المشروع يكمن في العديد من الخطوات الهامة والتي على رأسها التسويق، حيث أن التسويق الجيد له فاعلية قوية في زيادة نسبة العملاء وبالتالي زيادة الأرباح ونجاح المشروع. في الفترة الحالية قد غزا الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات وغيرها جميع البيوت، ولهذا يتم استهداف الفئة المطلوبة والأماكن التي يرغب صاحب المشروع في التعامل معها، حيث يقوم بعمل بعض الإعلانات الممولة عبر الإنترنت لاستقطاب الجماهير. كما يمكن نشر عدد من الإعلانات في الجرائد التي يتم توزيعها في تلك المناطق، بجانب الصحف المتعلقة بتقديم الوظائف والبيع والشراء نظرا لتوسع قاعدتها من العملاء. يمكن أن يتم تكليف شخص مندوب عن الشركة للتعاقد مع بعض المناطق والشركات وغيرها من المناطق الحيوية، مما يضمن عملاء دائمين للشركة لو تمكن من إقناعهم. وفي نهاية رحلتنا عن مشروع شركة شحن داخلي، أتمنى أن نكون قد وفقنا في توضيح الصورة اللازمة لزوار قناتنا، وكشفنا العديد من النقاط التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند البدء في مثل هذا المشروع. وشكرا للمتابعة.